السلام عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ انا رجعت تاني ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكيك، كيكون شويه يعني ماشي بحال الكيك العادي، كيسميوه بان هذا بابلي كيك. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وجربوها. كما كتشوفوا معايا المقادير بساط عاديين سهلين، مكيكلفش بزاف. عندي هنايا الدقيق حسب سميتو حسب الخليط، يعني خصو يكون شويه قاسح. عندي هنا 4 البيضات وكاس ما عامرش ديال سنيده. عندي نص كاس ديال الزيت، ماشي نص كاس يعني ناقص شويه. انا نعطيكم العبارة بالعواشق بالمعلقه. هنا عندي 9 المعالق ديال السنيده، 9 المعالق ديال الزيت، معلقه كبار، وعندي كاس ديال حليب بودره نيدو. عندي ساشيه ديال خميره بيكين باودر، وعندي 2 ساشيه ديال الكاكاو، وعندي 1 ديال الفاني. دابا غادي ندوزو الخليط. نخلط مزيان سنيده مع البيض ديال الاولى. نضيف الزيت، دابا نزيدو الفاني، سكر فانيلا. البودرة الحليب بودرة كيعطي واحد النكهة زوينة للكيك، مذاق رائع مختلف. شوف بحال الا زدتي الحليب عادي. غادي نزيد البنات بيكين باودر بيكين باودر خامية كيميائية باش غادي نقسم الخليط باش يجيني ساهل ندير ليه الكاكاو. نقسم الخليط على 2، ما عرفتش ديك هي الكمية ولا لا. نو تقريبا مهم نقسمو الكمية على 2 باش غن دابا غادي نعبر الدقيق
ندير كاس كاس هنا وكاس هنا باش يبان لكم مزيان كحس كاس ونص كاس ونص غنقص باش حيت كاين الدقيق اللي كيشرب يعني غادي نخلط هادو الخليط اللي غندير ليه الكاكاو غادي نقص شويه من الدقيق حيت حتى هو كيشرب صافي غنبدا نعجن البنات بايدي ثم باقي خاصو غادي نضيف النص نص كاس يعني الى بان ليا باقي ناقص حيت بغيت نعطيكم هذا العبار مضبوط داكشي علاش كنعبر بالدقيق وعين لكم ميزيركم الى بانت لكم تجمعات صافي غنبقى نزيد بقيت كاع نعبر غير هو ضيفوا الدقيق شويه بشويه متوليش ليكم العجينة حجرة خاصها تكون شوية طرية باقي خاصة شفتو من بعد ما جمعت البنات الأولى ها هي كتجي رطبة من بعد نوريكم حيت يلا غسلت يديا دابا غادي نعجن هادي غنزيد كاس اخر ديال الدقيق باقي خاص هانتوما تجمعات ليا صافي دابا غادي ندوز نكورها انا البنات من بعد ما جمعت جمعت العجينه ها هي غنبدا نكور نبدا ندهن يديا شويه بالدقيق باش ما يتلفقوش ليا في يدي ماشي ضروري يكونوا ملاصقين بزاف حيت مازال غيخمروا
المهم انا غنبقى بحال هاد الطريقه هادي حتى نعمر لاطا ديالي وغادي نوريكم الباقيه. هنا البنات صافي ساليت الكوار ديالهم، دابا نحطهم في الفران ناقص يعني بحال غطيهم بالكيكه، وغادي نخليهم واحد نص ساعه المقام تقريبا حتى يطيبوا تحمروا شويه صافي نحيدهم. البنات دابا غادي نصيب السيرو اللي غنخو عليها من فوق. انا من قبل كنت صيبت هاد القشر ديال الليمون مسلين وفيهم هاد التعتيله هادي، هي اللي غادي نسخنها حيت كنت حطيته في الثلاجه وجمد ليا بحال كرتي. هاد غنسخنو ولا كان قاصح بزاف غادي ندير ليه شويه الماء وغادي نسقي به. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم هذه الوصفه هذه ديال قشور الليمون مع السليم بحال هكا. هانتوما البنات التتيله ديالي هي وجدت باش غنسقيهم. ها هما طابو غادي نسقيهم. البنات من بعد ما سقيتها سقيتها مزيان، دابا غادي نزوقها بشويه ديال عندي كاوكاو مطحون وشويه ديال الكوك. زينه عندكم الاختيار باش ما بغيتو زينو. تردروا عليهم كامل او الطبق. ان شاء الله تعجبكم جربوها والى الحلقة القادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة. باقي ما نقطعش دابا حتى تبرد عاد غادي نقطعها.